شهد الحزم تنظيم احتفال كبير بليلة القرنقعو وسط حضور جمع غفير من الأطفال الذين توافدوا على الحزم لإحياء ليلة القرنقعو التي نظمها الحزم بالتعاون مع برنامج ساعة وساعة. احنا مشاركين بالتعاون مع ساعة وساعة وتحت إدارة الحزم مول بفعالية القرنقعو والألعاب الشعبية باستضافة طلاب مدرسة الخور النموذجية للبنين. فعالية القرنقعو هي من الفعاليات المميزة في شهر رمضان المبارك، وهي فعالية تراثية اجتماعية، وهدفنا طبعا الطلاب يتعرفون على التراث القطري الأصيل والمشاركة المجتمعية في دولة قطر. السنة هذه سوينا القرنقعو في الحزم، نوزع على الأطفال القرنقعو ونغني الأغاني الشعبية ونلعب الألعاب الشعبية. أنشطة تراثية وثقافية متنوعة استضافها الحزم الذي يحتفل للمرة الأولى بليلة القرنقعو، وذلك سعيا لربط الجيل الحاضر بالموروث الثقافي والديني والقيمي الذي تركه الآباء والأجداد جيلا بعد جيل. في ظل أجواء رمضانية يعمها الفرح والسرور، شهد النادي العربي الرياضي توافد مئات الأطفال للاحتفال بليلة القرنقعو، حيث تم توزيع حلوى القرنقعو عليهم وسط سعادة غامرة. إحياء ليلة القرنقعو 15 من رمضان هي موروث شعبي، نحييه كل سنة، نحاول قد ما نقدر نفرح الأطفال اللي معانا، والحمد لله ونشوف الإقبال الزايد كل سنة على السنة. إن شاء الله كل سنة راح يكون الفعالية أكثر تطور إن شاء الله. مهرجان مليء بالفعاليات الممتعة للأطفال من رسم وتلوين وغيرها من الفقرات التراثية والألعاب الشعبية التي أحيت بها اللجنة الشبابية بالنادي العربي ليلة القرنقعو التي ينتظرها الأطفال عاما بعد عام.